أهلا في البداية يا فندم، امتى حضرتك تتوقع ان احنا بالفعل يكون في ايقاف لاستيراد الغاز والاكتفاء فعليا او الاكتفاء الذاتي بالانتاج المحلي؟ وهذا السؤال دائما ما يتردد، امتى هنكتفي محليا او امتى هيحصل الاكتفاء الذاتي؟ السؤال ده في دول ما بتنتجش لا بترول ولا غاز ما بتسألوش اصلا. ليه؟ لانه مش مهم انت بتستوردي غاز او بتنتجي غاز، المهم انت بتعملي ايه من الغاز اللي موجود عندك او بتعملي ايه بالطاقة اللي موجودة عندك. في مجموعة شرائح كده كنا قعدناها خاصة بالاستهلاك والانتاج والحاجات اللي زي كده، لو هنبتدي نقدر نعرض واحدة فيهم نتكلم عليهم واحدة واحدة علشان نوصل عند النقطة بتاعت ما هو معنى الاكتفاء الذاتي أصلا. صحيح. هنجد هنا أنه إحنا من سنة 2000، أنا تعمدت أجيب آخر 10 سنين، من سنة 2008 لغاية 2018 الإنتاج بتاع البترول والغاز مع بعض مجتمعين بيتأرجح، وصل إلى أقصى حاجة فيه في العام المالي 2010-2011 كنا بنتكلم في أكتر من 80 مليون طن سنويا. بعدين حصل انخفاض تدريجي في الإنتاج له سببين. السبب الأولاني في حاجة اسمها الناتشرال ديبليشن، اللي هو الانخفاض الطبيعي الناشئ عن انخفاض ضغط الآبار نفسه. ما هي الآبار دي أول ما بتبتدي ننتج بتبقى واقعة تحت ضغط شديد جدا، فلما بيبتدي ينتج بينتج الـ 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 البير سواء غاز او بترول بينتج بضغط شديد جدا وبكميات جامده جدا. قدامنا سكتين في هذا التوقيت، اما ان احنا نروح نعمل زي العطشان ويلاقي ميه كتير ويبتدي يشرب بسرعه يستنفذ هذا البار، يقوم حتى يعمل استنفاذ للبير بطريقه غير صحيحه، او ان هو يحافظ على معدلات سريان معينة بنسميها معدلات السريان الآمنة أو معدلات السحب الآمن من البير، عشان خاطر أقدر أطول عمر البير وعمر الإنتاج منه. فبيحصل، لكن في كل هذه الأحوال بيحصل هذا الانخفاض الطبيعي التدريجي في إنتاج البير، وده بيتأرجح ما بين 10 إلى 15% سنويا. فلو إحنا كان عندنا بير مثلا احتياطياته زي زهر مثلا حاجة 30 كبيرة، 30 تريليون تقريبا، 30 تريليون، وبدينا ننتج منه 2 تريليون 3 تريليون كل سنة، فنقدر نحافظ على إنتاجه ثابت بهذا المنظر لمدة 10 سنين. ده من غير أبار أخرى، ده من غير أبار أخرى. لا، أنا بقول لو بنقدر ننتج منه يوميا سنويا، لأنه إحنا بنتكلم في أنه إحنا الـ الاستهلاك السنوي من الغاز ما بين 2.5 ل 3 تريليون قدم مكعب غاز. فبئر زهر لوحده بيتكلم في 30، القابل للاستخراج منهم في حدود 24 25. فيعني لو هنسحب منه ما بين 2.5 الى 3 فهو لوحده ممكن يكفي بهذا المنظر 10 سنوات. هو لوحده. طب انا عايز اخلي بئر زهر ده يكفي 30 سنه، يبقى انا محتاج ان انا اقلل السحب منه شويه ويبقى في جنبه مجموعه ابار اخرى. لو بصينا على زي ما بقول دي كانت خريطة الانتاج، وبنشوف الانخفاض الحاد اللي حصل فيها لغاية تم الانتاج وصل ادنى معدلاته في العام المالي 2014-2015، وشوفنا احنا قد ايه تأثرنا بالفجوة التي حدثت في المواد البترولية اعتبارا من 2011 لغاية 2015، مش بس في الغاز وفي السولار وفي البنزين وفي في كل شيء، في الطاقة بوجه عام. وده طبعا كان له تأثير سلبي على الاقتصاد المصري وعلى كل الحياة اليومية. الكهرباء شفنا قد ايه بتقطع، المصانع شفنا قد ايه بتفصل، كل هذه الغاز اللي كان بيتم تصديره حصة الشركاء الاجانب وجزء من حصتنا ازاي توقف. كل القصص دي اثرت على الاقتصاد المصري. ليه؟ لانه لا تنمية بلا طاقة. طيب. اذا حبينا نعمل تنمية صناعية فاحنا محتاجين وقود بترولي وغاز ومنتجات بترولية. اذا حبينا نعمل تنمية زراعية فاحنا محتاجين سماد ووقود بترولي يحرك المعدات.